بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. تدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وثبت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة أنه يقاتل من خرج عن شريعة الإسلام وإن تكلم بالشهادتين، يعني أن التكلم بالشهادتين تبدأ به العصمة، ولا تستمر العصمة إلا بالتزام أحكام الإسلام. فمن لم يلتزم أحكام الإسلام وخرج عنها حتى وإن نطق بالشهادتين وجب قتاله حتى يلتزم. قال: وقد اختلف الفقهاء في الطائفة الممتنعة، لو تركت السنة الراتبة كركعتي الفجر هل يجوز قتالها؟ على قولين: والصحيح أنهم لا يقاتلون على ترك السنة ولو اجتمعوا على تركها طالما أدوا الفرائض. ومن أهل العلم من يحتج على ذلك بأمر الأذان، والصحيح أن الأذان فرض كفاية، لو اجتمعوا على تركه لكانوا تاركين لفرض بخلاف السنة الراتبة، والله أعلم. قال: فأما الواجبات والمحرمات الظاهرة المستفيضة فيقاتل عليها بالاتفاق حتى يلتزموا أن يقيموا الصلوات المكتوبات ويؤدوا الزكاة ويصوموا شهر رمضان ويحجوا البيت. يلتزم ذلك كطائفة، ليس المقصود فقط أحد الناس، فإن أحد الناس إذا لم يكن أحدهم ممتنعا بغيره فإنه إذا ترك هذه الواجبات أمكن للإمام أن يعاقبه. أما طائفة تقول لا نلزم الناس بشيء من الواجبات الدينية ولا دخل لنا بهم، من شاء فعلها ومن شاء تركها، فهم لا يقيمون الصلوات المكتوبات فيما بينهم، لأنهم إن لم يلزموا الناس بذلك لم يكونوا فاعلين ما أمروا به كطائفة. يقول: ويلتزم ترك المحرمات من نكاح المحرمات، أو نكاح المحارم من نكاح المحرمات، وأكل الخبائث كالخنزير والميتة، والاعتداء على المسلمين في النفوس والأموال ونحو ذلك. يعني لو أن طائفة لا تلتزم الامتناع عن حرمات المسلمين، تبيح لأفراد هذه الطائفة أن يأخذوا من أموال المسلمين ما شاءوا، وأن ينتهكوا حرماتهم، وأن يسفكوا دماءهم وأخذوا أموالهم وينتهكوا أعراضهم، الطائفة هذه تكون طائفة ممتنعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة. لا بد وأن يعظموا حرمات المسلمين، ولا بد أن يتركوا الاعتداء على المسلمين. شيخ الإسلام يشير دائما إلى هذه الطائفة لأنه ابتلي بها في زمنه، وهي طائفة التتار الذين كانوا في أول الأمر كفارا وثنيين يتبعون ما وضعه لهم جنكيز خان من كتاب الياسق ويقاتلون على ملك التتر، ثم بعد اختلاطهم بالمسلمين وبعد هزيمتهم في عين جالوت وبقائهم مدة أطول في بلاد المسلمين التي غلبوها، فإن أكثرهم دخل في الإسلام ونطق الشهادتين، لكن بقوا على ما هم عليه من تحكيم الياسق والتزام هذه الأحكام فيهم، ولم يمتنعوا ولم يمنعوا أفرادهم ولا جيوشهم من الاعتداء على المسلمين، وكانوا لا يقيمون حدود الله عز وجل
ولا يجاهدون الكفار في سبيل الله، بل إنما يقاتلون على ملك جنكيز خان، فمن دخل في ملكهم ولو كان كافرا أو مرتدا أو تاركا لبعض الدين أو مرتدا عن بعض شعائر الدين، فإنهم طالما كان على طاعته لملك وملوك جنكيز خان من بعده على يعني ملوك التتر، فإنهم يعظمونه ويقدمونه ولا يفرقون بين الناس على أساس الدين. فلذا تجد في كلام شيخ الإسلام من الكلام على قضية الطائفة الممتنعة ما لا تجده في غيره، لأنه ابتلي في زمنه بهذا الأمر، وكان هؤلاء التتار بعد أن نطقوا الشهادتين كثير من الناس يمتنع من قتالهم، فكان هناك خطر عظيم على أمة الإسلام أن يتندثر شعائر الدين بسبب هؤلاء التتار. وظل شيخ الإسلام يحرض على قتالهم رغم نطق الشهادتين، وربما خرج إلى بعض ملوكهم لينصحه بذلك إلى أن ضعف التتر وزالت دولتهم، ودخل عامة من كان فيهم في الإسلام، حتى صاروا بعد يعني مدة وجيزة جزءا من أمة الإسلام. إلى يومنا هذا التتر وأقاليمهم التي احتلها الروس وغيرهم بعد سنوات وقرون من دخولهم في الإسلام، لا تزال هذه الطائفة جزءا من الأمة الإسلامية في جملتها. قال: وقتال هؤلاء واجب ابتداء بعد بلوغ دعوة النبي صلى الله عليه وسلم إليهم بما يقاتلون عليه. أنهم سمعوا بالنبي عليه الصلاة والسلام ويتكلمون بالإسلام وينطقون الشهادتين، ولكن ربما لا يعرفون أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بحدود معينة وشرائع معينة، فهؤلاء يبلغون بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم بما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام من القرآن والسنة في هذه الأمور، مثل ما ذكره شيخ الإسلام من إقامة الصلوات وإيتاء الزكاة وصوم شهر رمضان وحج البيت والتزام تحريم المحرمات، التزام ترك الخمر والتزام تحريم الربا والتزام تحريم الخنزير ونكاح المحارم، وكذلك مجاهدة الكفار حتى يعطوا الجزية عن أيدين وهم صاغرون. ذكر ذلك شيخ الإسلام تفصيلا في فتواه المشهورة. فإذا بلغوا بما وجب عليهم في القرآن والسنة فأصروا حتى ولو أقروا فإنهم يقاتلون على ذلك. نعم، يمكن أن يصر وإن كان مقرا، يقول: أنا أعلم أن هذا جاء به النبي ولكني لن ألتزمه، فهذا يقاتل، على خلاف بين أهل العلم في صفة قتال هؤلاء وفي كفر هؤلاء كذلك. والذي يرجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنهم يقاتلون قتالا من نوع ثالث، ليس كقتال الكفار ولا كقتال البغاة، هو أشبه في مجموع ما يختاره شيخ الإسلام بقتال الكفار، لكنه لا يحكم عليهم عموما بالكفر، ولكن كل واحد منهم يعامل بما يستحق. هناك كافر أصلي، وهناك فيهم كافر مرتد، وهناك تارك لبعض واجبات الشريعة، وهناك مرتد عنها كان يقيمها ثم تركها، مرتد عن بعض الواجبات، يعني كان مثلا مقيما للصلاة ثم ترك الصلاة، كان مؤديا للزكاة ثم ترك الزكاة، كان يحرم حرمات المسلمين ودماءهم وأعراضهم وأموالهم ثم صار ينتهك ذلك. فيقول: هؤلاء إذا وجب قتالهم ابتداء، بمعنى أننا لا ننتظر أن يأتوا إلينا في بلادنا ليغزونا، بل طالما ولدت طائفة تمتنع من التزام أحكام الشريعة المطهرة فإنهم يقاتلون ابتداء، يطلبهم المسلمون إذا بلغوا بما وجب عليهم من حق الله تعالى في الإسلام. قال: فأما إذا بدأوا المسلمين فيتأكد قتالهم كما ذكرناه في قتال الممتنعين من المعتدين قطاع الطرق، قطاع الطريق وأبلغ، وذكر أن قطاع الطريق حتى ولو لم يبدأوا الإمام بالقتال يجب أن يقاتلهم حتى يقيم عليهم حد الله طالما قطعوا الطريق.
فإذا قاتلوا قتلوا. فيقول هؤلاء أبلغ من ذلك. إذا هم بدأوا المسلمين بالقتال هذا أشد، هذا أغلظ، يقاتلون من أجله تأكيدا أو يقاتلون قتالا مؤكدا. قال فالجهاد الواجب للكفار والممتنعين عن بعض الشرائع كمانع الزكاة والخوارج ونحوهم يجب ابتداء ودفعا. مانع الزكاة خارجين أو ممتنعين عن شريعة عملية، والكفار خارجون بسبب أمر اعتقادي وكذلك بسبب أمور عملية. خارجين بأمر اعتقادي لأنهم فارقوا الجماعة بتكفير المسلمين واستحلوا دماء المسلمين المخالفين لهم وأموالهم، ولما مارسوا بالفعل مقتضيات هذه العقائد فقتلوا بعض المسلمين وقالوا كلنا قتله، فهنا وجب قتالهم كما قتلهم علي رضي الله تعالى عنه ابتداء قبل أن يهجموا على الناس وقبل أن يقاتلوا المسلمين. فسواء كانت الشعيرة التي امتنعوا عنها أمرا اعتقاديا أو أمرا عمليا، فهؤلاء يجب ابتداء ودفعا. دفعا بمعنى إذا هجموا على المسلمين وجب عليهم أن يدفعوا. وكذا الكفار، يقول فإذا كان ابتداء الجهاد، الابتداء اللي هو يسمى جهاد الطلب، فهو فرض على الكفاية، إذا قام به من يكفيه سقط الفرض عن الباقين. إذا قام به من يكفي بالقيام بهذا الفرض، حيث لا تزال دعوة الإسلام قائمة ولا يزال دين الله عز وجل ظاهر. إذا قام به البعض حتى هزموا هؤلاء الممتنعين أو هزموا هؤلاء الكفار سقط الفرض عن الباقين، وكان الفضل لمن قام به. الذين يقومون بفرض الكفاية يثابون ثوابا أعظم، كما قال تعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة. فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، درجات منه ومغفرة ورحمة. يقول فأما إذا أراد العدو الهجوم على المسلمين فإنه يصير دفعه واجبا على المقصودين كلهم، على كل من قصد العدو ديره. وهذا معنى تعين القتال إذا قصد العدو بلدا من بلاد المسلمين. يقول على غير المقصودين لإعانتهم، يجب على غير المقصودين على غير هذه البلد إعانتهم حتى يدفعهم، كما قال تعالى وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، وكما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بنصر المسلم، أنصر أخاك ظالما أو مظلوما. يقول وسواء كان الرجل من المرتزقة للقتال، مرتزقة يعني الذين يأخذون رزقا على القتال هم الجنود النظاميون كما يسمونهم الآن يعني، يقول أو لم يكن طالما كان قادرا. يقول وهذا يجب بحسب الإمكان على كل أحد بنفسه وماله، المقصودين عليهم أن يدفعوا وعلى الآخرين أن يعينوا. يقول بحسب الإمكان لابد وأن يدفع العدو عن بلاد الإسلام. يقول مع القلة والكثرة والمشي والركوب، هذه المسألة غاية في الأهمية، قول شيخ الإسلام وهذا يجب بحسب الإمكان لابد وأن ينتبه له، لأن بعض الناس يوجبون على المسلمين ما لا يقدرون عليه، ما لا يمكنهم، خصوصا مع تفرق المسلمين وضياع دولتهم منذ أزمنة طويلة وتفرق جماعتهم بعد سقوط الخلافة وغيابها وبعد تفرق الدول، فإن كثيرا من المسلمين لا يستطيعون أن يعينوا فعند ذلك، أو لا يستطيعون أن يقوموا حتى بالفرض، فعند ذلك لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن من قدر على شيء وجب عليه. يقول وهذا يجب بحسب الإمكان على كل أحد بنفسه وماله مع القلة والكثرة والمشي والركوب، كما كان المسلمون لما قصدهم العدو عام الخندق
لم يأذن الله في تركه لأحد، كما أذن في ترك الجهاد ابتداء بطلب العدو الذي قسمهم فيه إلى قاعد وخارج، حين قال لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله. فالقاعد والخارج كلا وعد الله الحسنى في جهاد الابتداء الذي هو جهاد الطلب، وأما إذا كان في جهاد دفع فذم الذين قال بل ذم الذين يستأذنون النبي صلى الله عليه وسلم يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. فهذا دفع عن الدين والحرمة والأنفس، وهو قتال اضطرار، وذلك قتال اختيار للزيادة في الدين وإعلائه لإرهاب العدو كغزاة تبوك ونحوها، فهذا النوع من العقوبة هو للطائف الممتنعة. وبعد أن ذكر أن العقوبات الواردة عقوبات على المقدور عليه وقد سبق، وعقاب الطائفة الممتنعة التي لا يقدر عليها إلا بقتال، وهذا أصل جهاد الكفار والطوائف الممتنعة عن الدين. قال فأما غير الممتنعين من أهل ديار الإسلام ونحوهم ليسوا يشكلون طائفة ممتنعة ببعضها، أحد من الناس أوزاع متفرقون، هم غير الممتنعين من أهل ديار الإسلام ونحوهم، فيجب إلزامهم بالواجبات التي هي مباني الإسلام الخمس، مباني الإسلام الخمس كالشهادتين والصلاة والزكاة والصوم والحج، يلزمون بذلك، يجب إلزامهم من وظائف الإمام، من الأغراض التي من أجلها شرعت الإمامة، أهداف وجود الدولة الإسلامية إقامة الواجبات الشرعية، إلزام الناس بالواجبات التي هي مباني الإسلام الخمس. هل يؤمر من كان من أهل ديار الإسلام ولم يكن مسلما بأن يلتزم الشهادتين؟ نقول هو يدعى إلى ذلك. دعوة الكفار في بلاد الإسلام وغيرها إلى الدخول في الإسلام من أعظم واجبات الدولة الإسلامية، ومن كان من أهل ديار الإسلام معاهدا بذمة بأن يؤدي الجزية ويلتزم أحكام الإسلام أو بأمان أو بعهد، فإن مقصود المسلمين في دعوتهم إلى الله مقصود أصلي هام عظيم القدر. المسلمون من مقاصد إقامة دولتهم الإسلامية أن يدخل الناس في الإسلام، لا يكرهون أحدا كما ذكرنا من قبل مسألة الإكراه، ولكن هم يرغبون ويدعون إلى دخول الناس في الإسلام، وليسوا كما يدعي البعض أننا لا ندعو أحدا للدخول في ديننا ولا نطلب منهم أن يدخلوا في الإسلام ولا غرض لنا في دخولهم. نعوذ بالله، أي ضلال هذا الذي يقولونه؟ ضلال فظيع أن يقال نحن لا ندعو أحدا لكي يدخل في الإسلام. نقول لا، بل المسلم في ديار الإسلام وفي ديار الكفر وفي كل مكان يرغب في أن يدخل الناس في الإسلام، ووظائف الدولة الإسلامية على رأسها أنهم يدعون الناس إلى الإسلام. الجهاد دعوة قهرية، وهناك دعوة بيانية بإقامة الحجج والدعوة إلى الله حتى في وسط المعاهدين والمستأمنين والذميين، الكل يدعى إلى الإسلام. وإقام الصلوات، إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، دي مقاصد الدولة الإسلامية، ليس أنها دولة لا دخل لها بالحريات الشخصية كما يقولون. هذه الواجبات واجبات إسلامية فرضها الله، فالأمة تقوم بها، تحث الناس على ذلك وتأمرهم به وتعاقب من يتركه ويتخلف عنه. يقول فيجب إلزامهم بالواجبات التي هي مباني الإسلام الخمس وغيرها من أداء الأمانات والوفاء بالعهود في المعاملات وغير ذلك. فمن كان لا يصلي من جميع الناس رجالهم ونسائهم فإنه يؤمر بالصلاة، فإن امتنع عوقب حتى يصلي بإجماع العلماء. لا يوجد عالم يقول لا دخل للإمام بمن ترك الصلاة، الأمر حرية شخصية، هذا خلاف الكتاب والسنة والإجماع في أنه لا بد وأن يؤمر الناس بالصلاة، فإن امتنعوا عوقبوا، من امتنع عوقب،
يقول وأكثرهم أكثر العلماء يوجبون قتله إذا لم يصلي فيستتاب، فإن صلى وإلا قتل. وهل يقتل كافرا أو مرتدا أو فاسقا؟ كافرا أو مرتدا باب واحد، أو فاسقا على قولين مشهورين في مذهب أحمد وغيره. وهذه المسألة شيخ الإسلام رغم ترجيحه الواضح لأنه إذا قتل مرتدا، لكنه يذكر الخلاف فيه عن السلف وفي مذاهب الأئمة الأربعة، وهذا رد على من يزعم أن المسألة فيها إجماع، لكنها مسألة خلافية مشهورة حتى ولو قتل. يقول هل يقتل كافرا أو مرتدا أو فاسقا على قولين، ما خلوش ثلاثة لأن كافر ومرتد باب واحد. يقول والمنقول عن أكثر السلف يقتضي كفره، والمنقول عن أكثر السلف يقتضي كفره، يعني إذا عوقب بالقتل وصبر حتى قتل، ونحن لا نشك في صحة هذا مع أننا نثبت الخلاف السائغ فيها، لكننا نقول لا يوجد من يصبر على القتل إلا من كان رادا لفرض الله عز وجل أو جاحدا لوجوب الصلاة حتى وإن أقر بلسانه، لكن لا يمكن أن يصبر على القتل حتى يتم قتله وهو معتقد الوجوب ومقر وملتزم بهذا الوجوب. لكن الخلاف في المسألة موجود ولا يخرج صاحبه عن أهل السنة. أما من لم يعاقب ولم يدعى فهي مسألة أخرى، أعني أن هناك فرق بين ما ذكره شيخ الإسلام هنا في من يستتاب فإن صلى وإلا قتل، هل يقتل كافرا مرتدا أو فاسقا. أنا ربما كان في نسخ بعضها أو دي زائدة، والله أعلم. فهو هنا ينقل أن أكثر السلف يقولون بالردة، يقولون أنه يقتل مرتدا إذا قتل، أما إذا ترك الصلاة أوقاتا طويلة ولم يدعى إلى فعلها من قبل الإمام ويعرض على العقوبة فهي مسألة أخرى. عامة أهل العلم حتى من الحنابلة يرونه لا يكفر حتى يدعى من قبل الإمام فيصر ويجب قتله، فإذا قتل قتل كافرا. فأما إذا ترك صلوات، وقد ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في شرح العمدة حيث ذكر أنه إذا ترك صلوات ولم يعرض على العقوبة لم يكفر عند جمهور علماء المذهب، ورجح هو أنه يكون كافرا في الباطن إذا عزم ألا يصلي ولا يقضي، فإنه يكفره كفر نفاق أكبر، يكون عند الله كافرا وإن حكم عليه في أحكام الظاهر بحكم الإسلام حتى إذا عرض على العقوبة قتل. والأجري من الحنابلة يرى أنه إذا ترك صلاة واحدة متعمدة حتى يخرج وقتها كفر ابتداء، وهذا خلاف عامة علماء المذهب فضلا عن باقي علماء المذاهب الأخرى الذين لا يرون كفره ولو قتل، والله أعلم. يقول والمنقول عن أكثر السلف يقتضي كفره، يقتضي كفر من قتل على ترك الصلاة، وهذا مع الإقرار بالوجوب، فأما من جحد الوجوب فهو كافر بالاتفاق، يعني إذا كان قد بلغته أدلة وجوب الصلاة ولم يكن ممن يجهل مثله حكمها. فأما من نشأ في بلاد غلب فيها الجهل وانتشر فيها الفساد حتى جهل البعض وجوب الصلوات الخمس أو بعضها فإنه لا يكفر، وإن أنكر الوجوب حتى يعلم، فإن أصر بعد إقامة الحجة كفر باتفاق العلماء. فقوله كفر بالاتفاق فهو كافر بالاتفاق، هذا في حالة انتشار هذا الأمر، وهو كذلك أعني في بلاد المسلمين اليوم، حتى الكفرة يعلمون أن أهل الإسلام يلزمهم الصلوات الخمس
فلا تقبل دعوى إنسان أنه لا يدري حتى تقوم القرائن الدالة على احتمال عدم علمه، فعند ذلك لا بد من أن يبين له الأمر قبل تكفيره. هذا في الجاحد الوجوب. يقول: بل يجب على الأولياء أن يأمروا الصبي بالصلاة إذا بلغ 7 ويضربوه عليها 10. يعني أن هذا الأمر ليس فقط من واجبات الإمام العام، الإمام الكبير الخليفة أن يأمر الناس بالصلوات أو من يقوم مقامه، بل هذا واجب على الأولياء، أولياء الصبيان والبنات، أن يأمروا الصبي ذكرا كان أو أنثى بأن يصلي إذا بلغ 7 سنين قمرية. وهذا أمر يفرط فيه كثير من الناس، والواجب أن يأمروه بالصلوات 5 صلاة صلاة، وذلك حتى يبلغ 10 سنين. فإذا بلغ 10 سنين يجب عليهم أن يضربوه على تركها ذكرا كان أو أنثى، صبيا كان أو بنتا. يجب على الولي سواء كان الأب أو الجد أو الأم أو غير ذلك، يجب عليهم أن يأمروا صبيانهم وبناتهم بالصلاة 7 وأن يضربوهم عليها 10 سنوات هجرية، 10 سنوات قمرية، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، قال: مروهم بالصلاة 7 واضربوهم على تركها 10 وفرقوا بينهم في المضاجع. حديث صحيح. وكذلك ما تحتاج إليه الصلاة من الطهارة الواجبة ونحوها يؤمر بها الصبي إذا بلغ 7 ويضرب على تركها إذا بلغ 10. قال: ومن تمام تعاهد من تمام ذلك تعاهد مساجد المسلمين وأئمتهم وأمرهم بأن يصلوا بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، رواه البخاري. وصلى مرة بأصحابه على طرف المنبر فقال: إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي، لتتعلموا صلاتي. يقول: على إمام الناس في الصلاة وغيرها أن ينظر لهم فلا يفوتهم ما يتعلق بفعله من كمال دينهم، بل على إمام الصلاة أن يصلي بهم صلاة كاملة ولا يقتصر على ما يجوز لمنفرد الاقتصار عليه من قدر الإجزاء إلا لعذر. يعني على سبيل المثال لا يكتفي مثلا في الركعتين الأوليين من المغرب والعشاء بالفاتحة فقط وإن أجزأت، لا يكتفي بتسبيحة واحدة وإن أجزأت، لا بد أن يصلي بهم صلاة كاملة. يقول: وكذلك على إمامهم في الحج، وكذلك أميرهم في الحرب، أن يعني أن لا يفوتهم ما يتعلق بفعله، إن فعله هم مأمورون باتباعه، فلا يفوت عليهم بفعله ما هو من كمال دينهم. ألا ترى أن الوكيل والولي في البيع والشراء عليه أن يتصرف لموكله ولموليه على الوجه الأصلح، على الوجه الأصلح له في ماله، وهو في مال نفسه يفوت نفسه ما شاء. واحد وكيل قال له: بيع لي هذا الشيء، فهو لو كانت بتاعته كان ممكن يبيعها ب8 أو ب10، ولو باعها ب8 ماله. لو هو وكيل لو باعها ب8 وكان قدامه 10 يبقى إيه؟ خان الأمان، يلزمه أن يفعل الأصلح. يقول: فأمر الدين أهم، وقد ذكر الفقهاء هذا المعنى. ومتى اهتمت الولاة بإصلاح دين الناس صلح للطائفتين دينهم ودنياهم. صلح للطائفة الأولى اللي هم الولاة وللرعية، هم دول الطائفتين، طائفة الولاة وطائفة الرعية، صلح لهم دينهم ودنياهم. ولذلك بنقول إن مش واجبات الإمام توفير الرخاء للناس وفقط، يعني أو تعبيد الطرق وهو موجود عشان يوفر لهم الأمور الاقتصادية، ده مقصوده الأول إقامة الإيمان والإسلام والإحسان،
مقصود الإمامة في الدين في الإسلام أن ينتشر في الناس الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خيره وشره. الكفار يؤمنون بذلك ويدخلون في الإسلام ويدعون إلى هذا حتى ولو كانوا معاهدين يدعون، والمسلمون يتعلمون هذه الأصول وكذلك الواجبات الخمس: الإسلام، الشهادتان، والصلاة، والزكاة، والصوم، والحج، والإحسان من مراقبة الله عز وجل وحسن عبادته. يجب أن يعلم أن هذا هو مقصود إقامة الدولة الإسلامية. الدولة الإسلامية ليس مقصود أن توجد صورة، أن يوجد شخص يقود الناس، إلا فالكفار عندهم ذلك، ولذلك لابد أن ينظر حتى يقال أن هذا نظام إسلامي وهذه دولة إسلامية، أن هذا هو مقصود الدولة أم لا، وهذا هو الذي تقوم به أم لا، حتى نقول هذا وضع سديد وهذا هو الذي أمر الشرع بالمحافظة عليه وأمر بإقامته والدفاع عنه ونحو ذلك. يقول ومتى اهتمت الولاة بإصلاح دين الناس صلح للطائفتين دينهم ودنياهم، وإلا اضطربت عليهم وإلا اضطربت الأمور عليهم. وملاك ذلك كله حسن النية للرعية وإخلاص الدين كله لله والتوكل عليه. حسن النية للرعية، الكل يحسن نيته، الأئمة يحسنون نيتهم في خدمة الرعية، والرعية يحسنون نيتهم في طاعة الأئمة في طاعة الله، وإخلاص الدين كله لله التوحيد والتوكل عليه، فإن الإخلاص والتوكل جماع صلاح الخاصة والعامة. الإخلاص: إياك نعبد، التوكل: إياك نستعين، كما أمرنا أن نقول في صلاتنا: إياك نعبد وإياك نستعين، فإن هاتين الكلمتين قد قيل إنهما تجمعان معاني الكتب المنزلة من السماء. عشان كده صاحب المنازل، منازل السائرين، خلى الكتاب بتاعه اسمه إيه؟ منازل السائرين بين إياك نعبد وإياك نستعين، لأن إياك نعبد وإياك نستعين بين الله وبين عبده، خلاصة الفاتحة فيها. يقول: وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مرة في بعض مغازيه فقال: يا مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، فجعلت الرؤوس تندر عن كواهلها. أخرجه الطبراني في الأوسط والدعاء من حديث أبي طلحة، ولفظه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة فلقي العدو فسمعته يقول: يا مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. قال: فلقد رأيت الرجال تصرع تضربها الملائكة من بين يديها ومن خلفها. فيه رجل قد يكون مجهولا وأحد ضعيف، يعني ليس الضعف شديدا. قال: وقد ذكر ذلك في غير موضع من كتابه، أو قد ذكر الله ذلك في غير موضع من كتابه، كقوله: فاعبده وتوكل عليه، وقوله تعالى: عليه توكلت وإليه أنيب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذبح أضحيته يقول: اللهم منك ولك، منك أنت الذي أعطيت وأعنت، ولك إخلاصا. قال: وأعظم عون لولي الأمر خاصة ولغيره عامة ثلاثة أمور: أحدها الإخلاص لله، والتوكل عليه بالدعاء وغيره، وأصل ذلك المحافظة على الصلوات بالقلب والبدن. والثاني الإحسان إلى الخلق بالنفع والمال الذي هو الزكاة. والثالث الصبر على أذى الخلق وغيره من نوائب وغيره من النوائب، غير الأذى، يعني أذى الخلق وقد تصيبك نائبة، ليست من أذى الخلق مرض، ليس هذا من أذى الناس، ولكن ما أصبت به موت حبيب تصبر. يقول: ولهذا يجمع الله بين الصبر والصلاة كثيرا، كقوله في موضعين: واستعينوا بالصبر والصلاة.
واحدة منهم فيها واستعينوا، والأخرى يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. وكقوله تعالى وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فأمر بالصلاة وأمر بالصبر. وقوله تعالى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. أمر بالصبر والتسبيح، هنا الواجب منه الصلاة. وكذلك في سورة قاف فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. وقال ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فلا نجاة للإنسان إلا بالصبر والصلاة. قال وأما قرانه بين الصلاة والزكاة في القرآن فكثير جدا. أعظم العون الإخلاص لله والتوكل عليه بالدعاء، وأصل ذلك الصلوات، والإحسان إلى الخلق الزكاة، والصبر. يقول فالقيام بالصلاة والزكاة والصبر يصلح حال الراعي والرعية. إذا عرف الإنسان ما دخل في هذه الأسماء الجامعة مثل ما يدخل في اسم الصلاة من ذكر الله تعالى ودعائه وتلاوة كتابه وإخلاص الدين له والتوكل عليه، وفي الزكاة الإحسان إلى الخلق بالمال والنفع من نصر المظلوم وإغاثة الملهوف وقضاء حاجة المحتاج. ففي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل معروف صدقة. ويدخل فيه كل إحسان ولو ببسط الوجه والكلمة الطيبة. ففي الصحيحين عن علي بن حاتم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه حاجب ولا ترجمان فينظر أيمن منه فلا يرى إلا شيئا قدمه وينظر أشأم منه يعني عن يساره فلا يرى إلا شيئا قدمه وينظر أمامه فتستقبله النار فمن استطاع منكم أن يتقي النار ولو بشق تمرة فليفعل فإن لم يستطع فبكلمة طيبة. وفي السنن قال صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك ووجهك إليه منبسط ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستسقي. الإحسان إلى الخلق داخل في أداء الزكاة أو أصله أداء الزكاة، التسبيح والذكر والدعاء والإخلاص والتوكل الواجب يتحقق في الصلاة. وقال صلى الله عليه وسلم في أمر الإحسان أيضا إن أثقل ما يوضع في الميزان الخلق الحسن. وروي عنه أنه قال لأم سلمة يا أم سلمة ذهب حسن الخلق بخير الدنيا والآخرة. فيه ضعف له شواهد كالذي قبله، الذي قبله حسنه الترمذي مصححا قال حسن صحيح. قال وفي الصبر احتمال الأذى وكظم الغيظ والعفو عن الناس ومخالفة الهوى وترك الأشر والبطر كبر. فإن الصبر على السراء أشد من الصبر على الضراء. أن تصبر عندما يفتح الله عليك تظل على الطاعة، لا تتكبر إذا ارتنيت، لا تحتقر الناس إذا ارتفعت، بل تكون على طاعة الله في السراء والضراء. كما قال سبحانه وتعالى ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. فرح هنا فرح بمعنى متكبر، فرح نسبة النعمة والفضل إلى النفس والفخر على الخلق واحتقارهم.
يأس وكفر عند الحاجة والضر لا صبر، وكبر وعلو عند اليسر والرخاء فلا تواضع ولا شكر. قال عز وجل: إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. الصبر على السراء أشد من الصبر على الضراء. استثنى الله عز وجل من هؤلاء الذين إذا أذاقهم نعماء بعد ضراء مستهم، الذين فيقولون ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. قال: إلا الذين صبروا، صبر على السراء. وقال تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وقال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وكل هذا في الإحسان إلى الخلق. وقال تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ويقول دخل في الصبر احتمال الأذى وكظم الغيظ والعفو عن الناس ومخالفة الهوى وترك الأشر والبطن. قال تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وقال تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. قال الحسن البصري: إذا كان يوم القيامة ينادي مناد من بطنان العرش تحت العرش: ألا ليقم من وقع أجره على الله ولا يقوم إلا من عفا وأصلح. فمن عفا وأصلح فأجره على الله. وليس حسن النية للرعية والإحسان إليهم أن يفعل ما يهوونه ويترك ما يكرهونه، فقد قال الله تعالى: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. وقال تعالى للصحابة: واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم. وإنما الإحسان إليهم فعل ما ينفعهم في الدين والدنيا ولو كرهه من كرهه، لكن ينبغي له أن يرفق بهم فيما يكرهونه. ففي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا أخرجه مسلم ليس في الصحيحين، ففي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما كان رفق في شيء إلا زانه ولا كان العنف في شيء إلا شانه. وقال: إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.